والوالدين والغير. مفاجأة مدوية وهي أن محلل بين سبورت معروض على النادي الأهلي للعودة للعب كرة القدم في مركز الظهير الأيمن. أما المحلل فهو النجم الذي لعب للدوري الإنجليزي كثيرا وهو أحمد المحمدي. نجم أستون فيلا معروض على الزمالك، لا يرفض الزمالك وجوده. مستر فيريرا قال يخضع للتدريب وللاختبار، والمستوى هو الفيصل هو الحكم في هذا الأمر، خاصة وإن الزمالك عنده مشكلة كبيرة جدا في مركز الظهير الأيمن، إن حمزة المسلوسي وحازم إمام مستواهم واقع، مستواهم واقع، حتى الآن لم يتم التجديد لحازم إمام، وحمزة المسلوسي يعني أبيض 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 بصراحة يعني، وظلم الزمالك، ومعروض بالمناسبة على الزمالك نجم تاني كبير جدا، إيه يعني 34 سنة؟ مش قضية السن، المهم المستوى. معروض على الزمالك نجم كبير جدا، لو انا مسؤول في الزمالك لازم اشتريه. هو نجم النادي المصري والمنتخب الاولمبي كريم العراقي. كريم العراقي معروض على نادي الزمالك. هو وكريم فؤاد هما اللي كانوا واخدين الحته اليمين في المنتخب الاولمبي. فبالتالي نجم كبير، النادي المصري بيرتبط بيه علاقات جيده جدا 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 مع النادي المصري ورئيس نادي الزمالك واداره نادي الزمالك، فبالتالي مش هيبقى في مشكله ولا ازمه ولا اي حاجه في التواصل بين اداره النادي المصري واداره نادي الزمالك للحصول على خدمات كريم العراقي. لكن مستر جوزفالدو فوليرا لم يحسم هذا الامر، مين اللي هيكون عنده في مركز الظهير الايمن؟ هل كريم العراقي؟ هل احمد المحمدي؟ هل حازم امام؟ هل حمزه المسلوسي؟ هل احمد عيد اللي كان معار للاسماعيلي ومشي من الاسماعيلي وما عندوش نادي دلوقتي؟ لكن مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا ان يبقى محلل بين سبورت معروض على نادي الزمالك للعب في مركز الظهير الايمن. احمد المحمدي لم يعلن اعتزاله كرة القدم، و يعني عنده حلم كبير وطموح كبير انه يرجع للعب كرة القدم مرة اخرى في الدوري المصري. واحمد المحمدي من خلال رؤيتنا ليه في الاستوديو التحليلي وزنه ما زادش، وواضح انه بيتمرن ومحافظ على وزنه، فوارد تبقى فيه مفاجأة كبيرة جدا واحمد المحمدي يلعب في نادي الزمالك. وانا بكلمك عن نادي الزمالك مفاجأة مدوية وكبيرة، وهي احد الاندية الانجليزية يتابع الكابتن احمد سيد زيزو نجم منتخب مصر في مبارياته، وعرف ان عقده في شرط جزائي ب 42 مليون جنيه، وينتهي التقدم لشرائه في نهاية هذا الموسم الجاري من نادي الزمالك، واحمد سيد زيزو يتكتم على هذا العرض فضلا عن وجود أندية فرنسية أخرى تتابع هذا اللاعب وترغب في الحصول على خدماته. والمتابعة مش من النهاردة، المتابعة كأس العرب وكأس الأمم ومباريات الدوري الممتاز، وهو لاعب مميز وعنده انضباط، هو أفضل لاعب في استفتاء رابطة النقاد الرياضيين هذا الموسم، لاعب أخلاق موهوب مهاري ما بيعملش أزمات، موجود في نادي الزمالك، عنده شرط جزائي 42 مليون جنيه. والده المحترم يؤكد على ان احمد زيزو لن يرحل من نادي الزمالك بالشرط الجزائي، ولكن سيرحل بموافقه اداره نادي الزمالك وباستفاده اداره نادي الزمالك من رحيل احمد سيد زيزو، ولن يتم اللجوء الى الشرط الجزائي باي حال من الاحوال. لايك وشير وصلي على سيدنا النبي الزين. النهارده بيتس موسيماني رجع بيتمرن الفرقه، النهارده ظهر محمد عبد المنعم في التدريب، كان لابس ماسك ولابس قناع، وبعتوا يفصلوا له قناع في الامارات او اسبانيا احدى الشركات الكبرى المتخصصه في هذا الامر. صلاح محسن بيواصل التاهيل مع الدكتور احمد ابو عبله والجهاز الطبي. موسيماني عمل جلسه للاعيبه الموجودين بيحاول ان هو يشوف الاوزان والحكايه والروايه عشان مباراه الهلال السوداني يوم الاحد المقبل باذن الله تعالى، ومباراه حاسمه في التاهل الى الدور ربع النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا. بيتسو موسيماني عقد جلسه مع كابتن سيد عبد الحفيظ وامير توفيق، واكد على الاتي انه يحتاج الى خمس مراكز في الانتقالات الصيفيه المقبله،
انت دلوقتي في نهاية 3 شهر ابريل على الابواب، الدوريات بتخلص في 5. اتكلم على قلبي دفاع، عاوز 2 قلب دفاع، عاوز 2 قلب دفاع، وكل قلب الدفاع اللي عندك نجوم دولية، بدري بانون شفاه الله وعافاه، ياسر ابراهيم ربنا يوفقه قدام السنغال باذن الله، ايمن اشرف نجم منتخب مصر الدولي اللي موجود مع المنتخب ايضا، رامي ربيعة، كل وبدري بانون، كل دول انت نجومك كلهم، ومحمد عمانه شفاه الله وعافاه، 5 من في قلب الدفاع في منتخب مصر ومنتخب المغرب من النادي الاهلي، ورغم هذا مستر بيتسو موسيماني عايز قلبي دفاع، فضلا انه طلب ايضا ظهير ايمن، طلب ظهير ايمن وجناح ايسر، جناح ايسر. طب انت جايب ميكاسون، اكيد بقى يتسوق ميكاسون ويمشي، وطلب خط وسط مدافع اجنبي نظرا للضغوط والعروض القويه من انديه في الدوري الانجليزي وفي فرنسا وفي تركيا للحصول على خدمات إليو ديانج، عاوز يدعم هذه المراكز المهمة في الانتقالات الصيفية المقبلة، هيشتغل على ده أمير توفيق. سبق له رفض أشرف بن شرقي، وقال إنه مش ده المستوى اللي يجي النادي الأهلي، بعد ما أشرف بن شرقي قعد مع أمير توفيق قال له هنشوف الخواجة ونشوف إيه اللي بيحصل وإيه اللي بيجرى وحاجات بالشكل ده. فبالتوفيق بإذن الله تعالى لصفقات النادي الأهلي ولمستر بيتس موسيماني اللي رجع، وكله دلوقتي بصوا كله بيتكلم وكله مركز مع منتخب مصر في مباراة أمام السنغال غدا، ربنا يوفق بإذن الله، يوفق كل اللاعبين. في تكة بس بسيطة كده، لما بتكلم عن النادي الإسماعيلي جمهور الإسماعيلي بيبقى مستنفر وزعلان وقلقان، ولما بنقول حاجة بيزعلوا، فعشان كده ساعات أريح دماغي وما أقربش من النادي الإسماعيلي. لكن البيان اللي عملوه اللاعبين ان هم رفضوا خوض التدريبات، لحظة، يا جدع استنى انا عايز اعمل لك بلوك، ما تقعدش تعمل كوبي وبيست كتير كده، لحظة، ايوه هو ده، يلا. ما بديش تليفون لحد يا استاذ، هو انت راجل طيب كده ليه؟ عايز تليفوني ليه؟ روشني من اول اللايف، عاوز تليفونك لامر خاص، الامر الخاص خش قوله على الخاص، يا انا هرد عليك يا القلب من هيرد عليك، وتحت امرك ماشي. في النادي الاسماعيلي اللعيبة عملت بيان، واحد رفضوا التدريب، ابدوا استياءهم من مجلس الاداره ووعوده الكاذبه، ما حصلوش على مستحقاتهم من شهور، اكدوا ان الوعود اللي بيتلقاها من مجلس الاداره وعود زائفه، ان اللعيبه عليها ديون وعليها ايصالات امانه وعليها شيكات بدون رصيد ومهددين بالحبس، وان اللعيبه حتى اللي جت في يناير ما خدتش مقدم تعاقداتها، وان المصابين ما خدوش بدل العلاج، وان طرد المغتربين من السكن اللي هم قاعدين فيه، وان ما فيش ملابس، وان الكره هي مصدر رزقهم الوحيد. طب ده ازاي يبقى موجود ها في نادي كبير زي نادي الاسماعيلي؟ لما لعيبه الاسماعيلي تجمع على هذا الامر ماشي، لما هم يجمعوا على هذا الامر، طب ازاي يعني فرقه كبيره زي دي لا لبس ولا اكل ولا شرب ولا فلوس ولا اي حاجه، بتعملوا ايه يا جماعه؟ يعني ده يحصل؟ فالنادي الاسماعيلي يعني نتائج سيئه وعلاقات سيئه ومجلس، معلش انا عصب النهارده، ما انا قلت في بدايه اللايف، قلت ان انا النهارده كان عندي يوم طويل جدا، تحاليل واشعات وكده واعاده كشف وحدوته كده وربنا يحفظه، فجاي فعلا تعبان ومتعصب، بالي مش رايق زي كل يوم، فبعتذر لكم. يلا دمتم في امان الله، سلام عليكم.